شرعتونا تضغطون؟ قام الطيران الحربي الروسي باستهداف منازل مدنيين في مدينة كفرنبيل بحوالي 10 غارات، بعض الغارات منها كانت مزدوجة، الهدف منها حقد وقتل المدنيين العزل. أسفر القصف عن 9 شهداء بينهم نساء وأطفال، عائلة كاملة. أنهينا العمل منذ قليل بعد 3 ساعات من العمل في البحث والإنقاذ عن الشهداء وانتشالهم، وقمنا بإسعاف 8 مصابين إلى النقاط الطبية القريبة.